السلام عليكم. اليوم نعرفكم بخصائص تاع هذه العجلة الكبيرة التي تقع في الصابلات، بأنه فيها القطرة ديالها هو 40 متر، في 40 متر، وكذلك وضعت على مسطح. للأسف المسطح هذا جاي في منطقة منخفضة نوعا ما، كان المفروض تكون مرتفعة مقارنة بالمسطحات اللي جايين على برا خارج المساحة هذه. لكن معليش، لهنا نشوف الحجم نتاع العجلة هذه، وتم تم إنشاء عدة يعني الدكاكين تاع الأكل والمستلزمات. صوت الكل سي دوماج، قالك ما تقدرش. كرتون دينار